نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. المشري يقول لا وجود لمؤسسة عسكرية بالمنطقة الشرقية وإنما ميليشيات يقودها أبناء حفتر وأقرباؤه. سلامة يؤكد أن البعثة تعمل على إجراء الانتخابات ويقول إن مشكلة شرعية المؤسسات لا تزال قائمة في ليبيا. والصين تستثمر 5 مليارات دولار في ليبيا من إجمالي استثماراتها داخل القارة الإفريقية. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عدم وجود مؤسسة عسكرية بالمعنى الحقيقي بالمنطقة الشرقية، وأن الموجود فقط ميليشيات مسلحة كبيرة يقود أكبر كتائبها أبناء حفتر وأبناء عمومته. المشري وفي مقابلة مطولة مع موقع سبوتنيك الروسي أوضح أن حفتر وضع كل من يعارضه في سلة واحدة أطلق عليها مكافحة الإرهاب ودفع ثمنها شباب 17 فبراير ودمرت مدينة بنغازي بالكامل، وهو نفس ما فعله بدرنة بهدف تصفية حسابات عسكرية. كما اعتبر المشري عدم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الجاري بأنها خطوة صائبة، داعيا إلى تأجيلها إلى حين الاتفاق على ما وصفه بالقاعدة الدستورية، ومنبها لخطورة ما وصفه بالتدخلات الخارجية السلبية في ليبيا. ومن جهة أخرى قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة إن مشكلة شرعية المؤسسات لا تزال قائمة في ليبيا وما يزال الخلاف مستمرا، وهذا أمر لا يحل إلا من خلال انتخابات عامة. وشدد سلامة في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط على أن البعثة الأممية تعمل على إجراء الانتخابات في أمد قريب، لافتا أن عوامل محلية ليبية تسببت في تأخير الانتخابات. كما أعرب سلامة عن أمله في أن تتمكن الخطة الأمنية والاقتصادية من تهيئة الأوضاع في البلاد، مبديا معارضته لهيمنة أي ميليشيا على طرابلس سواء من داخلها أو من خارجها. وفي غضون ذلك أكد رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح أن المفوضية لم تتسلم بعد مشروع مسودة قانون الاستفتاء من مجلس النواب. وقال السايح في تصريح للنبأ أن تأخير تسليم مسودة القانون يرجع إلى انتظار البرلمان التعديل عليه كي يستطيع إحالته للمفوضية. كما أضاف السايح أن الانتخابات وفق الدستور الجديد وفي حال قبوله لن تكون خلال هذا العام. وكان مجلس النواب قد صوت على مشروع قانون الاستفتاء بالتمرير، وهي الخطوة التي أعلنت ميليشيات الكرامة رفضها لها ووصفتها بالهزلية. وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن المجلس سيكون أمام الخيار الأخير للعودة لقراره السابق لانتخاب رئيس للبلاد في حالة مماطلة المجلس الأعلى للدولة لعملية تشكيل مجلس رئاسي جديد. الدرسي وفي تصريحات لموقع سبوتنيك الروسي شدد التأكيد على أن مجلس النواب سيعود إلى قراره رقم 5 للعام 2014 في حالة رفض المجلس الأعلى للدولة لمقترحات المجلس تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين. وبدوره طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمم المتحدة بفرض عقوبات مشددة على الأطراف التي تعرقل حل الأزمة الليبية. ودعا أبو الغيط في تصريح لجريدة الشرق الأوسط إلى التحرك حتى لا تستمر أموال النفط الليبي في تمويل الأطراف المتصارعة في البلاد بحسب تعبيره. وأشار أبو الغيط إلى دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة
بشأن ضرورة فرض عقوبات على ما سماها الجماعات المسلحة بليبيا والتعامل معها بكل حزم. ومن أجل مساعدة ليبيا في الاستحقاقات الانتخابية سواء الرئاسية أو المحلية، تعهدت عدة دول أوروبية بتقديم مبالغ مالية مهمة. المزيد حول هذا الموضوع نرصده في سياق التقرير التالي. الانتخابات المقبلة أو المحلية التي جرت في عدة مدن ما تزال موضوع دعم متنام من عدة دول خاصة الأوروبية بهدف تطوير العملية السياسية ودعم مشاركة المجتمع المدني. آخر هذه المساهمات المالية المعلنة أعلنتها فرنسا التي تعهدت بتقديم مبلغ 650 ألف يورو للمساهمة في دعم الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. ألمانيا هي الأخرى لم تتخلف عن دعم الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد، حيث أعلنت عزمها تقديم مليوني يورو لمشروع الأمم المتحدة في ليبيا. وذكر البرنامج الإنمائي أن ألمانيا ستنضم بهذا التبرع إلى الحكومة الليبية والمملكة المتحدة اللتي قدمتا في السابق دعم الانتخابات البلدية، ليصل إجمالي الدعم المالي لهذا المشروع إلى قرابة 3.5 مليون يورو. وتعزيزا للعمليات الانتخابية بليبيا، ساهمت الدنمارك بمبلغ 1 مليون دولار أمريكي بهدف زيادة قدرة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين وتسجيلهم وتعزيز مشاركة المرأة والفئات ذات الإعاقة في العملية الانتخابية. وتظل مثل هذه المساهمات المالية التي تهدف لإخراج البلاد من أزماتها السياسية عن طريق الاستحقاقات الانتخابية مهمة، ولكنها قد تكون سلاحاً ذا حدين إن لم توظف بشكل سليم وحذر، حيث تسهل هذه الأموال التحكم بالنتائج وتزوير إدارة الناخبين. أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بليبيا محمد الرعيد أن جمهورية الصين أعلنت استثماراً ب5 مليارات دولار في ليبيا. الرعيد وفي تصريح للنبأ أضاف أن الصين لم تحدد بعد أوجه الاستثمار والقطاعات المستهدفة منه. الصين قررت أن تستثمر 20 مليار في أفريقيا، غير ما عندنا مانعنا وناويين نبني من 5 لليبيا، لكن ما زال نتمش تستثمر في ليبيا بما هذا 5 مليار. بل هي طبعا تبي تبعت الشركات الصينيه الشغل في ليبيا بحجم 5 مليار. وفي سياق آخر، أوس الملتقى الاقتصادي الليبي المصري لرجال الأعمال الذي انعقد بالقاهرة على ضرورة إعادة العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا على ما كانت عليه بالسابق. قال المكتب الإعلامي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي في بيان صحفي أن رجال الأعمال الذين حضروا الملتقى بالقاهرة أجمعوا على ضرورة تسهيل منح تأشيرة الدخول لمواطني البلدين وفتح المنافذ والمطارات أمام الخطوط الليبية والمصرية. وأضاف البيان أن المجتمعين طالبوا بإلغاء الموافقة الأمنية على الخبرات المصرية للعمل بالسوق الليبية بحسب البيان. أعلنت مديرية أمن شحات حالة الاستنفار الأمني الكامل لكافة وحداتها الأمنية لصد ما وصفته بخروج أشخاص في اعتصامات في عدد من المناطق التابعة للمديرية. الناطق باسم المديرية حسن بكرين أرجع ذلك في تصريح لموقع سبوتنيك الروسي إلى ما أسماه بخروج مجموعات تهدف إلى زعزعة الأمن والفوضى لتخريب المؤسسات العامة والخاصة. بوكريم الذي لم يكشف دوافع هذه الاعتصامات هدد كل من يشارك فيها بالتعرض للمساءلة القانونية والقبض عليه. أفاد مصدر محلي من الشركة التركية بمرادا بسطو مجموعة مسلحة من العدل والمساواة السودانية المساندة لميليشيات الكرامة على مقر الشركة. بحسب المصدر فإن المجموعة التي قامت بالسطو تابعة لغرفة عمليات سرت المنضوية تحت ميليشيات الكرامة وتتمركز برأس لانوف، مضيفا أن
المدعو هلال بوعمود القيادي بميليشيات الكرامة قد تعهد بإعادة ممتلكات الشركة من مجموعة العدل والمساواة. وفي المنطقة الوسطى قال معاون أمر قوة حماية وتأمين مدينة سرت على الرفيدة إن قواتهم اشتبكت مع عناصر من ميليشيات الكرامة يوم الجمعة جنوب مدينة سرت. وأوضح الرفيدة أن الاشتباك كان بسبب عدم التعرف على القوة المقابلة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشتبك فيها قوة حماية وتأمين سرت مع ميليشيات الكرامة لنفس الأسباب. هذا ولم يتم الإعلان عن سقوط إصابات أو خسائر بشرية أو مادية خلال الاشتباك. وإلى الجنوب الليبي، حيث أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة بدء تأمين وتفعيل النيابات والمحاكم بمدينة سبها من قبل أعضاء بمكتب البوانيس التابع لإدارة العامة للأمن. داخلية المقترحة عبر صفحتها بموقع فيسبوك ذكرت أن الإدارة العامة للأمن المركزي بدأت في تأمين وحماية المرافق والأهداف الحيوية في سبها، مشيرة إلى أن عملية التأمين شملت مستشفى برجن بمنطقة الشاطئ. نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعد قليل. جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بسرت يشرع في حصر المساكن المتضررة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بدأ جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة سرت في تسلم ملفات المواطنين المدمرة مساكنهم عن طريق قطاع الإسكان والمرافق وفق مستندات معينة. وأكد الجهاز في منشور عبر صفحته على فيسبوك أنه اعتبارا من اليوم الأحد سيتم قبول الملفات وعلى مدى 4 أيام موزعة على مختلف المناطق داخل سرت. وذكر الجهاز أن الاجتماعات بين الجهاز وقطاع الإسكان والمرافق وجهاز الرقابة الإدارية وبلدية سرت أسفرت وفق قرارات عن إصلاح المباني المدمرة بالمدينة بعد حرب البنيان المرصوص ضد تنظيم الدولة والتي أتت على بعض من أحياء المدينة. بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات عادت محطة الظهر الدولية لنقل ركاب لتشغيل خطوطها البرية من جديد إلى أنها تعاني جملة من المشاكل. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. تعود الحياة من جديد إلى هذه المحطة في منطقة الظهر بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. المشاكل التي تعانيها محطة الركاب الدولية لم تمنع العاملين بها من إعادة تشغيل خطوطها البرية بين طرابلس وبنغازي وبعض المدن الأخرى. مهمة المحطة مهمتها تسيير رحلات داخل وخارج البلاد. عندنا رحلات لبنغازي لتبرق حاليا نظرا للنقص في الإمكانيات الشركة، وإن شاء الله القادم خير، إن شاء الله من أفضل لأفضل إن شاء الله. الصورة تعبر تبي اهتمام وتبي دعم. هذا تشوف فيه راود شبه يعني وكل ذاتي يعني نخدمه. تعد المحطة نواة مركزية ضمن شبكة المواصلات الليبية من خلال قدرتها على ربط وسائل النقل المختلفة في مكان واحد، إضافة إلى توفيرها الوقت والجهد على محدودي الدخل في رحلات السفر الداخلية. ورغم ذلك لم تولي الحكومات المتعاقبة اهتماما كافيا بهذه المحطة، بحيث أصبح وضع الشركة العامة للنقل السريع بالغ السوء. سنوات بنفس الشكلية هي
لا في حد يكون ينظف ولا حد تخش نفسات البلدية ولا ما في حد مسؤول منظم هنا مرزدية. ما عندناش أمن فهمها. لو في أمن منظم المحطة ما تكون شك. في البداية متاحة كانت والله تمام كنا ننظفها بروحنا احنا بزملائنا. لكن كثرة العملية هي. فقالت تجيب الحافلة متحرصة تخش وتدرس هنا ما تلقاش من كثرة السيارات. نضج ما موجود الأمن. لو في موجود الأمن كانت المحطة تمشي مية في النظافة في كل شيء. يعتبر النقل العام أكبر المشاكل التي تواجهها المدن الليبية في ظل انعدام الأمن والإهمال الحكومي الذي بدت ملامحه واضحة مع غياب خدمات النظافة والصيانة وتأخر رواتب العاملين. عقدت منظمة نانا مارين جلسة حوارية مع المجلس البلدي الزاوية بحضور وسطاء السلام والمصالحة من بلديات جنسور وسهل شفارة والزاوية. الجلسة التي عقدت بمدينة الزاوية تحت شعار حلمنا يتغير فكان لنا، ذلك بحضور عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة سلامة، تركزت على مناقشة كيفية نشر ثقافة السلام والحوار والتفاوض وإقحام الشباب والنساء للمشاركة في المصالحة وحل النزاعات. لمتابعة الحملة وهي المرحلة الثالثة ومرحلة جلوس الوسطاء مع المؤثرين. طبعا الحملة بتفاصيلها هي 4 مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة إعلامية عن طريق لقاءات وبرومو إعلامي وبعض المطويات والملصقات، والمرحلة الثانية كانت مرحلة تدريب ورفع قدرات للشباب والنساء عن طريق ورش عمل في الثلاث مناطق المختلفة. قررت مديرية أمن الصبراطة تشكيل لجنة للبدء في إعادة تخطيط المدينة مروريا تمهيدا لوضع العلامات المرورية المناسبة في كافة الشوارع. وقال المكتب الإعلامي لمديرية صبراطة في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن اللجنة المشكلة ستكون تحت إشراف رئيس قسم المرور والتراخيص بمصراطة وستتولى إعادة تخطيط المدينة. وأضاف البيان أن الخطوة تأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية وتفادي الاختناقات والازدحام في كافة شوارع المدينة. تتواصل في هذه الأيام فعاليات المعرض الأول لنادي مصراتة لتربية حمام الزينة بمشاركة واسعة من مربي الحمام بالمناطق الليبية. نتابع. ألوان مختلفة وأصوات متعددة ملأت هذا المكان الذي يحتوي على أكثر من 100 طير من حمام الزينة. التعريف بهذا النوع من الطيور كان هدف المعرض الأول لنادي مصراتة لتربية حمام الزينة. وهذه الهواية طبعا مشهورة في ليبيا أو موجودة منذ القدم، ولكن احنا حاولنا ان احنا نديروها في شكل كيان أو في شكل جهة يعني توضح هذا العمل بشكل أفضل، اللي هو قمنا بقيام بهذا المعرض. والحمد لله هذا المعرض يعني يعتبر من أحد أول الأعمال الذي تم القيام به في ليبيا. إنجاز ولد بمجهود من مختلف المدن الليبية لتحسين مستوى المربين وفتح فرص التنافس بينهم من خلال عرض الأنواع المختلفة من حمام الزينة. يعني المعرض هذا بيعطينا أن نحن نتعرف على بعضنا ونشوف بعضنا ونكسب الخبرة في المواصفات الحمام. يعني المربين كل يوم تخش علينا حمامة جديدة، احنا بمعنى اني انا مرات نشوف حاجة نحاول نطور من نفسي ونركب حاجة جديدة نطلع حاجة كويسة باش اني انا نستفيد ويستفيد المربي ويستفيد حتى المربي الجديد. تشكيلة كبيرة من طيور الزينة الرقيقة الملونة يتباين سعر الواحدة منها بين 1000 إلى 50 ألف دينار ليبي. معرض لم يكن له أن يجد النور لولا تضافر جهود من مختلف المدن الليبية في خطوة تعكس الثراء وتنوع طيور الزينة في البلاد.
إقامة ناد لحمام الزينة داخل مدينة مصراتة خطوة إيجابية كما يراها المربين داخل المدينة، وأنها تعزز من روح المنافسة وتفتح أفاقا اقتصادية للمربين. عبد المنعم البوري، مصراتة. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. المشري يقول لا وجود لمؤسسة عسكرية بالمنطقة الشرقية، وإنما ميليشيات يقودها أبناء حفتر وأقربائه. سلامة يؤكد أن البعثة تعمل على إجراء الانتخابات، ويقول إن مشكلة شرعية المؤسسات لا تزال قائمة في ليبيا. الصين تستثمر 5 مليارات دولار في ليبيا من إجمالي استثماراتها داخل القارة الإفريقية. كما تابعتم أيضا البدء في إجراءات تعويض منازل المواطنين المدمرة بسرت. مشاهدينا، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت anba.tv، وأيضا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.